اهلا بيكو في الفيديو الثاني من محاضرتنا عن الاكتيفيتيز كوسيله من وسائل التدريب والتعليم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اهميه الاكتيفيتيز وهي مفيده ازاي للمتدربين. في المحاضره دي او في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نجهز ونحضر الاكتيفيتي بتاعتنا. لو رحنا لل الأول خطوة مهمة في ديزايننج الاكتيفيتي هتبقى انك تحط اهداف. ايه الهدف من الاكتيفيتي دي؟ المفروض الطالب يطلع منها بايه؟ فهنا يخلينا نقول ان اول سؤال ايه اللي المفروض يتعمل؟ انت بتقول والله انا عايزهم يتعلموا الحاجة الفلانية ودي اللي عندك من الاوبجكتيفز بتاعت الكورس او الاوبجكتيفز بتاعت المحاضرة. يبقى على هذا الاساس بتقول والله طيب علشان الاوبجكتيفز دي تتحقق او تتطبق يبقى انا محتاج ان هم يعملوا ايه ممكن يتعمل كاكتيفيتي. مثلا لو ان احنا في كورس عن برزنتيشن سكيلز، يبقى واحد من الاكتيفيتيز ممكن ان المتدرب يقوم يعمل برزنتيشن، يبقى ده اللي هيتعمل ك being done. بعد كده احنا دلوقتي هنتكلم على انهي جزء من الكورس او المحاضرة. زي مثلا احنا برضو لو هناخد الاكزامبل بتاع الكوميونيكيشن سكيلز، في محاضرة اتكلمنا على ازاي يعمل برزنتيشن، يبقى المفروض الاكتيفيتي هتبقى عن انه يحضر برزنتيشن، يحط فيها صور، يحط فيها كلمات، يشوفها تتعمل ازاي. وبعدين في جزء تاني هيكون ان احنا اتكلمنا عن اهميه الاي كونتاكت مثلا، فالمفروض انه بيطلع يعمل برزنتيشن تانيه ويركز اكتر على ازاي يستخدم الاي كونتاكت كويس في تنميه الكوميونيكيشن سكيلز. فهنا انت بتبص على واحد من الاوبجكتيفز او جزء منه. اخيرا ايه اللي هيطلع في الاخر؟ يا ترى اللي هيطلع برزنتيشن بمعنى انه يقف يتكلم، ولا اللي هيطلع عباره عن مجموعه من السلايدز، ولا اللي هيطلع هو ريبورت، ولا اللي هيطلع برودكت منتج ما. المهم لازم برضو ده يتحدد في الاخر، انا هشوف منك ايه او هاخد منك ايه كمتدرب. كده تبقى انت اتعرفت على الجولز. المفروض الخطوه اللي تيجي بعديها ان انت تشوف والله طيب علشان الاكتيفيتي دي تتعمل انا محتاج وقت قد ايه. الوقت من الحاجات الكريتيكال، مش هتظبطه من اول مره، بس يعني انت ممكن يبقى عندك تخيل ما عن هاو ريزونبل از ات ان الجزء ده يتعمل. ممكن الاكتيفيتي تاخد 10 دقايق، الاكتيفيتي دي محتاجه بتاع نص ساعه، الاكتيفيتي دي محتاجه 5 دقايق. ده برضو مهم كجزء من تصميمك او ديزاين بشكل عام للسن بتاعك او الكورس بتاعك هتعمله ازاي. ان انت لو المفروض عندك 3 ساعات تشتغل فيهم، عايز تحط فيهم اكتيفيتي نص ساعه، يبقى اللي فاضل لك تتكلم ساعتين ونص مثلا. عايز تحط 2-3 اكتيفيتيز، يبقى في الغالب برضو الاكتيفيتيز محتاج تقصر وقتها شوية لو ان انت عندك معلومات كتير عايز تقولها وهكذا. برضو من الحاجات المهمة في الوقت ان انت خليك فلكسبل، وهنا انا بتكلم على الثقافة الخاصة بينا. اتكلمنا على موضوع الثقافة ده من شوية في المحاضرة اللي فاتت عن اختلافات الثقافية. اولا تبقى فلكسبل لسببين. السبب الاولاني ان الناس مش كلها زي بعضها، بمعنى ان ممكن الاكتيفيتي تتعمل ممتاز في 10 دقائق، بينما مجموعه تانية ممكن تعملها ممتاز برضو في 15 دقيقه. يا ترى يهمك الوقت؟ احنا مش في امتحان. لو يهمك الوقت يبقى ماشي، اوكي حطها 10 وحطها 15 وخليك ستريكت. بس لو ما يهمكش الوقت، ادي فرصه ان كل واحد يطلع اللي جواه في الاكتيفيتي. وطبعا ادي فرصه، هنا من الحاجات اللي هي كلمه خطيره جدا وكلمه مطاطه جدا، لان مش معنى ادي فرصه ان الناس تطلع امكانياتها ان انت تسيب الوقت مفتوح. ف ريزونبل لما تحط 10 دقائق او تحط ربع ساعه، يبقى المفروض يكون الوقت معقول. فلكسبل بمعنى ان مش ضروري، الا اذا كان واحد من الاهداف موضوع الوقت، مش ضروري ابدا تبقى حاد
في وقت الاكتيفيتي بتاعتك. ادي دايما شيء من الفكسي. لقيت الناس خلصت بدري كلها وقاعدين فاضيين وخلصنا وقاعدين مستنيينك الوقت يخلص، خلاص يلا قفلوا يلا تعالوا نتيجي نكمل كلامنا. او العكس، لقيت اغلب الناس لسه قاعده بتشتغل ولسه قاعدين اكتف وبياخدوا وبيدوا في الكلام، ونبههم يا جماعه الوقت خلص او قرب يخلص، هناخد 5 دقائق زياده لان انا شايفكم لسه منهمكين في الشغل. بعد كده اهم خطوه بقى في الديزاين بتاع الاكتيفيتي هو اكسبلانيشن. لازم تفهم المتدربين بتوعك المفروض يعملوا ايه في الاكتيفيتي دي. فاول حاجه اللي هيتعمل، ايه اللي هيعملوه في اثناء الاكتيفيتي، يا ترى هيكتبوا على ورق ولا هيناقشوا مع بعض ولا هيعملوا عمليه برزنتيشن لبعضهم ولا هيقطعوا خشب ويلزقوه. يبقى في الكور او مش عايز اقول كلمه اكتيفيتيز برضو، بس الاكشنز، الكور اكشنز اللي هياخدوها في الاكتيفيتي بتاعتهم هتبقى شكلها ايه. وبعدين طيب في اخر الاكتيفيتي دي انا متوقع اشوف منكم ايه او اخد منكم ايه او هتوروا بعض ايه. اوكي، what is expected, what is coming out of this activity. خلي بالك احنا لسه كنا نتكلم من شويه على الاوتكمز والاكسبكتد اوتكمز هنا علشان ده اللي هيهمنا في عمليه الاسسمنت اللي هتيجي بعديها ان شاء الله. يجي اللي هو بقى، طيب انت دلوقتي خلصتوا الاكتيفيتي دي، انا هقيمكم عليها ازاي؟ ازاي هقول لكم انتوا كويسين او وحشين؟ طب على اساس ايه؟ على اساس ايه هتاخد فول مارك لو هديك درجات؟ يا ترى انا اللي هعمل لك اسسمنت ولا انتوا اللي هتعملوا اسسمنت لبعض؟ هنتكلم دلوقتي ان شاء الله في الجزء الجاي على how to assess the activity. بس اللي كان مقصود هنا كان او في اخر جزء هنا كان انك محتاج تتكلم معاهم وتقول لهم ازاي الاسسمنت ده هيتعمل. وبالتالي انت هتكون اوريدي مقرر الاسسمنت من قبليها، وتقوم تعرضه عليهم وتوضح لهم كجزء من الاكسبلانيشن اللي انت مسؤول ان انت تعمل. فاحنا في الفيديو ده اتكلمنا عن خطوات، خطوط عريضه لازاي نعمل ديزاين للاكتيفيتي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرض بعض برضو الافكار وبعض الخطوط العريضه لكيفيه تقييم الاكتيفيتي علشان ندي فيدباك للمتدربين. اشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي علشان نشوف موضوع الاسسمنت.